انت واحد من الجمهور الكبير هذا، اش نجم تقول على عمله جمهور الكلوب؟ لانه بالحق اللي عمله جمهور الكلوب لا يقدر عليه اي جمهور اخر حسب رايي انا المتواضع. حتى في الحلم ما يصيرش، حتى واحد باش يستخايل روحه ويعطي ويمد ما امبوسيبل. الناس هذيا ما تحسبش مع جمعيتها على مر السنين، ما عندهمش حتى حساب. شوف انت في الظرف هذا، انا كالوليد اللي كسر الشقاقه هذاك، معناها شوف وقتاش بدا يخمم باش يشري شقاقه، وجات الفلوس وعمل الشقاق وعبى الشقاقه وكسرها ستة مراحل حتى البلديه تجي فيه قرار هدم اير بلس 6. واخر حلم اخر طموح شنيا بسكليت؟ قالك لا نعطي للنادي الافريقي. فما بالك العباد، انا كان عملت كنستر وكاكي بعد البيانار راني صورت خير ربي. اقتصاديا الدور الدنيا، مرأة كبيرة عرضتني قالت لي زهرة، قلت لها شبيك مزروبة؟ قالت لي وليدي تسكرش علي البنكة. ما عادش يحكوا على المرشي. الناس ما تحسبش مع جمعيتها اخويا، راهو في ظرف كيما هذا وزواولة تبيع وتلم في بعضها في الحوم وفي القاوي وبارتو. انا راني والله العظيم سامحوني لما جيتوا تطلبوني برشا، كل قهوة كل بلاصة كل حومة لما بصراحة الجمهور هذا يستاهل كادرة بالتيتروات. صدقني كان جات فما شامبيونان نتاع جمهور، راهو يلعب شامبيونز ليغ هذا، يمكن غدوة مع ارسنال راكم انتم، وانتم بايرن هاكم في المطار تتكلموا على بعضكم. شيء من وراء العقل خويا، على توس يبوسك خمسة بوسات قبل، توش راهو نقول له مازلنا ما خلطناش التزويت، لا خلي في التزويت امور اخرى هذيك. لا جمهور ما تحكيش، احنا في البارك في السمش اول نهار يرجعوا يتراناو قبل في جويليا، 7000 في جويليا. راي لقاي لك الاكسبريس على راسك راي زو سانتي 7000 يا قال لك نبدلوا كله في البارك جاي 700000 في البارك. يا ولدي انا باش عندي مرمى في الدار، جوني 50 باش يطلعوا الرمل، حسوني للدار في سكره. وانا البناء اخر خلط عملها في جيبه 200 جرام رمل بالله. تفهم كي تحب بالشارع تسمع كان فيصول يعلي قدرك، تسمع كان جمعية صلي على النبي دنا غير. وانا كي تحل باب الشارع تشوف القلص. يا ولدي قال لك لا يا ولدي راهم ستة كعبات فايونس والخامسة عند جارنا كادو. لا يسمع والله. شوف صاحبي حاجة انا معناها عشت وتولدت غادي وشفت شيء من وراء العقل، شيء من وراء العقل. ناس راي تخرج خويا، ريتهم فك التراف قبل وفي الصيف شامبينا واقفة يعرضك حزين، حتى في الصلاة قبل بتراويح فك الركعتين نرتاح عمليك رجعوا قداش يرجعوا كل في اي بلاصة يسألك على الكلوب، ما فماش مكان هكا في اي بلاصة عملت لك شنو رجعوا صفوها من رجله.